Five, please. Lay. دكتور بعت لنا رسالة على الواتس وعايزين أساميكم بسرعة وليه عشان طوكيو وبعتوا المقاسات وبعتوا الحاجات فاتصدمنا. سمعت حوالي الرسالة أكتر من 5-7-10 مرات. حلمت إن إحنا إن شاء الله نقدر نثبت نفسنا كتيم بنات مسافر لأن دايماً مش معترف بالبنات كلعيبة. حسيت بحملة تقيلة على ظهري علشان خاطر للأسف حاسة إن أنا مش هبقى قد المسؤولية دي. أول سنة يحصل فيها ان فريق بنات بارالمبي العاب جماعيه مكفوفين يوصل للاولمبياد يعني في تاريخ مصر. رحت عملت في امتحان الترجمه المره اللي فاتت ما شاء الله ايزي. ليه المشكلات المفروض تبقى مؤنث عملتها مذكر. اتفضل علي سمير. علي سمير يلا يا اسراء عشان تمضي على باقي الارض. اجيب له الشوكولاته واقول له تاتا تاتا. قولنا على كابتن امل يا حسن. يلا يا كباتن، يلا يا كباتن مصر، يلا بينا، يلا بينا، يلا Quiet, please. Play. لو حد سألني اللعبة دي بتتلعب ازاي او كده بوصف لهم طول الملعب وعرضه وبوصف لهم الكرة دي عاملة ازاي وبتتلعب ازاي وليها اوضاع هجوم ودفاع وليها كتاب مخصص للعبة. لعبة صعبة على اللي ليهم نسبة إبصار زي لكن سهلة للبلايند وان اللي مش بيشوف خالص وفي نفس الوقت سهلة عشان أنا بحبها. بحس إن أنا متحمسة أكتر وإن أنا مشدودة كده وأخد وعطى وكل حاجة. هي أختي ما كانتش حافز ليا، هو إحنا بنحفز بعض بس، لكن اختي كانها زميله ليا برضو في اللعب. كنت خايفه ان انا ادخل في اختي جول وان الكره تخبطها جامد او تعورها او كده، وبعد كده لا لقيتها حاجه احسن ان ده تشجيع ان انا ادخل فيها جول فهي تخاف على نفسها او ان هي تصد اكتر. ده حسن الحظ لو رتشتها بمشط رجلها النص اللي جايه منه اسراء لانها الهانم كانت هتلطشها بطرف رجلها واسراء وليد جايه هنا. واضح؟ مش بنواجه اي تنمر لسه او بالنسبه لي انا لحد دلوقتي احنا لحد ما لسه لعبه مش معروفه لا بالنسبه للشباب ولا بالنسبه للبنات. فانت كلاعبه مش معروف اصلا انت بتلعبي ايه؟ فمش هنواجه تنمر غير لما نتعرف مثلا زي بنات كره القدم.
كل وجهة نظر الناس عن الجول بول الفيلم بتاع عادل إمام، فباين انها تهريج قوي. نفسي بس يكون الناس فاهمة انها حاجة لعبة زيها زي اي لعبة ليها قواعدها وقوانينها. انا في سينا الناس معترضة على طريقتي في كل حاجة، يعني كرياضة معترضين، كلبس، كمشي، كأي حاجة معترضين، علشان أنا اتربيت في إسماعيلية في مدرسة النور. في البيت مصطفى أخويا بيبقى علشان خاطر كلام الناس بيبقى متضايق شوية، بس ماما وبابا بيبقوا مشجعيني جدا. خدت الكورة وراحت واخداها وقالت تسعة وهي راحت تمشي. الصعوبة اللي بتواجههم في موضوع البصر، لازم علشان تتخطى الموضوع ده بالنسبة ليا ولأي حد، ان هو يتعامل مع باقي الحواس المتبقية بالنسبة له. يعني يتعامل مع حاسة اللمس، يتعامل مع حاسة السمع، يتعامل مع حاسة الشم، كل الحواس المتبقية يتعامل معها وكأن الفرد اللي قدامه ده بالوصف الدقيق يقدر يوصل لأي حاجة. كل واحد يحط في دماغه ان احنا بنلعب الثلاث مراكز. احنا خلاص بقينا ما شاء الله مصر هنوصل 11 النهاردة، يعني كأننا فرقة كرة قدم. كنا احنا يعتبر كبطولات دوري وكاس، فيعتبر على الهامش، اللي هي مش حاجة ظاهرة، مش حاجة منتشرة، ما بنتمرنش، ما بنحضرش بطولات، فتحسي حاجة معنى أصح ملهاش قيمة. فطبعا فرقت بقى لما حضرنا بطولة أفريقيا وحضرنا المعسكر وخلاص هنتأهل، ففرق كبير من انك تبقى لعبة دولية وهتتأهلي تبقي بطلة عالم، فرق بتفرق عن انك بتلعبي في مصر ومهمشة. العقبة اللي كانت بتقابلني وخصوصا في المعسكر ده، ان في مجموعه من البنات معايا ما لمسوش الكوره من بعد بطوله افريقيا في 2019. تنطلق الينا البطوله الافريقيه لكره الجرس المكفوفي المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. واحد مش بيتمرن غير قبل الدوري تمرينتين ثلاثة أربعة كده وخلاص على كده. أنا نفسي يكون في تمارين طول السنة. في صالتين في اسكندرية بس احنا بنحاول ان هم نوفرهم، فبنوفرهم بالإيجار. أنا النادي اللي أنا مشتركة فيه في محافظة تانية، ما فيش نادي في محافظة المنوفية خاص بالبنات، فطبعا صعب ان عليا ان انا اروح واجي يومين في الاسبوع. ابويا طبعا بيرفض رفضا تماما ان انا عشان هرجع لوحدي بالليل وعشان انا نظري ضعيف. الاستعداد النفسي بدأ من وقت ما سمعنا الرسالة على الواتساب، بعد كده رابع يوم العيد اتجمعنا هنا وبدأ بقى الاستعداد الفني والمهاري. شمال حلمي بجد ان احنا نقدر نعمل حاجة كويسة في البطولة دي. هو احلى ما اكون كابتن لو يعني بعد ما اكبر وكده ولو اتجوزت، فاكون كابتن مثلا لو ما قدرتش ان انا مارس اللعبة دي امسك فريق ومرة. نفسي ابقى مذيعة، ان شاء الله نقدر نثبت اسم مصر ونجيب ميداليات، دي حاجة لينا بقى. حلمي ان انا اكون لاعبة محترفة، العب بقى على طول سواء هسافر او مش هسافر، بس اكون لاعبة محترفة زي محمد صلاح كده مثلا. في طوكيو ان احنا نكون شكلنا حلو، ان احنا نأدي على قد ما نقدر، وان احنا ما ندخلش فينا اهداف. خفت من الفرق اللي انا هقابلها ما كانش زماني في المكان اللي انا فيه، خصوصا ان اللعيبه دلوقتي في مهمه قوميه او لعيبه هتصعدوا اولمبياد، دي بتفرق شويه. وده طبعا حلم اي رياضي، اي رياضي سواء كان اولمبي او بارالمبي، ان هو يوصل لقمه النجاح وهو الاولمبياد، والناس يشوفوا فريق مصر فريق مختلف غير متوقع.